ردا على الوزير إياه أقول: بؤ بالخسارة دائما يا شربل، ولشسع نعل البدو منكم أفضل. أعراضهم محفوظة مما ترى عند النصارى في المحافل يحصل. أنسابهم محفوظة ليست كما عند النصارى جلها يتداخل. إن تسأل الأطفال من آباؤكم عدوا لك الآباء لم يتفاقلوا. إن جاءهم ضيف يجود مثل ما جادت سماء بعد رعد تهمل. هل حاتم الطائي من لبنانكم؟ ابن الجزيرة حاتم لو تعقلوا. قوم إذا ابتدأوا الكلام يوحدوا، فدليلهم ذاك النبي المرسل. والشرك أنت تعيش في ظلماته، ومن الضلالة لا سواها تثمل. ما باع أهل البدو يوما دارهم حتى وهم في خيمة تتنقل. قوم كنسم الليل إن جالستهم، وأسود غاب إن رأيت يقاتلوا. قوم إذا جاعوا التمور طعامهم لا يبسطوا كفا لكي يتسولوا. من كم وهم يعطوكم أموالهم، إن تطلبوهم أنفقوا لم يبخلوا. قوم جدودهم الصحابة، قل لنا أي المفاخر بعد هذا يحصل. إن البداوة شمس كل كرامة، أعمى البصيرة عن ضياها يغفل. هم كالسماء وأنت عينك لا ترى إلا الأضب وما تبيض وتأكلُ.